اهلا بيكم في الفيديو ده هنشوف ازاي نغير نور زراير وحدة التكييف الاصفر بالنور الابيض زي في الصورة كده لعربية سوزوكي الطو 2015. خلونا نبتدي. هنبتدي نفك الفريم الاسود اللي في الكونسول من فوق كده من اليمين والشمال باستخدام مفك صغير، او الافضل نستخدم كارت بلاستيك زي كارت فيزا او كارت نادي قديم يكون احسن. معلش انا شغال بايد واحدة وبصور بالايد التانية، فممكن يكون بس الشغل بطيء حبة والصورة ممكن تكون مهزوزة شوية. هنا انا فكيت الوش من مكانه، هبتدي افك فيشة زرار الانتظار علشان اخرج الوش كله بالكامل. هنشوفها من الجنب هي عاملة ازاي. هي الفيشة البيضة دي فيها بنز صغير تحت كده، هدوس عليه لفوق واشدها لورا. افتكر السلك بتاع الزرار ده جاي منين علشان اما اجي ارجع الوش تاني مكانه ما يعكسنيش. وفي اخر الفيديو لما نيجي نقفل هنشوفها برضو ازاي. هنبتدي نفك المسامير اللي ماسكة وحدة الزراير الاربعة دول واحد واحد. بالنسبة للناس اللي مركبة الكاسيت هتحتاج تفك الكاسيت، لان احنا هنحتاج المساحة اللي تحت الوحدة دي علشان هننزلها فيها علشان نقدر نمد ايدينا من فوق الوحدة ونشتغل على تغيير اللغط. هنفك الكاسيت من الاربع مسامير بتوعه ونفك جاك الباور وجاك الاريال ونحطه على جنب. لما نيجي نرجعه تاني، عامة الكاسيت لما بيتفك من مكانه بالذات لما بنفك الباور من عليه ونرجعه تاني بيحتاج يتعمل له حاجه اسمها انيشال سيت اب. دي بتبقى زي اعدادات الساعه وشويه حاجات كده، دي هتشوفها في كتالوج الكاسيت بتاعك لو انت اول مره تعملها، لانها بتختلف من موديل للتاني. ده اخر مسمار هنفكه. هنا انا فكيت الكاسيت خلاص. هنبتدي نحرر وحدة زراير التكييف من الكليبسة البيضة دي، هنزقها لورا ولجوه. دي نفس الكلام كده، الوحدة خلاص اتفكت. هبتدي انزلها تحت. انا مش محتاج افك فيها اي حاجة تاني ومش مستاهلة. هي فيها شوية ويرات ورا اللي ماسكة بوابات الهواء دي، انا مش محتاج افك الويرات دي علشان اما اجي اركبها تاني هتبقى صعبة ومش محتاجة، غير ان انا بس اعرف امد ايدي كده واشتغل في الوحدة. ده المكان اللمبة الاولانية اللي انا شاورت عليه ده من ورا، والمكان التاني تحت زرار الاي سي بس من ورا برضو كده. طيب انا عرفت اللمبة دي اماكنها منين، هوريكم ازاي انا عرفت اماكنها، بس ده للايضاح، انت مش محتاج تكرر الموضوع ده. هوت انا فكيت زرار التكييف ده هوت وبصيت جوه كده لقيت اللمبة الاولانية اللي لونها اصفر دي. هنشوف هي بتنور وهي بتطفي، فدي كده حددت مكان اللمبة الأولانية. هرجع الزرار تاني مكانه. اللمبة التانية مش هتبان من الزرار ده، هتبان من الزرار التالت. هنشوفها دلوقتي. هنا اوضح شوية اهي لانها قريبة، وهنشوفها بتنور اهيت. وده مكان اللمبة التانية. هرجع الزرار مكانه وهنبتدي ننزل الوحدة تحت. انا ببساطة كل اللي هعمله هزنقها في الفريم البلاستيك الرمادي ده من زرار الفريش اير بالمنظر ده كده علشان اقدر احرك ايدي فوق الوحدة مستريح. بدور على الدواية بتاعت اللمبة، هي عبارة عن جزء مستطيل كده صغير، هو ده اللي بدور عليه بإيدي. مجرد ما بلاقيها بلفها
اقل من ربع لفه ناحيه اليمين من فوق علشان افكها واسحبها لبره. ده كده اتجاه الفك، واسحبها من البيت بتاعها واشتغل عليها بره وارجع اركبها تاني. لو وقعت مني او فلتت من صابعي ما تقلقش، هي هتقع في الدواسات. لو ما وقعتش في الدواسات وهي جوه وحدة الزراير دي ما انتش عارف هي فين، كل اللي عليك تعمله حرك زرار الفريش اير لورا ولقدام شوية، هتلاقيها وقعت في الدواسات، خدها وكمل شغلك. فالموضوع مش 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 صعب خالص يعني. دي الدوايه شكلها اهو، عليها جراب كده اصفر صغير علشان اعتقد يدي نور برتقاني، لان اللمبه دي بتدي نور اصفر بس. هوريكم تفكيكها جزء جزء. ده الجراب الاصفر هنا شلته، لو حد عايز يجرب يركبها كده هيلاقي النور اهدى شويه، انا ما جربتش. هنا اهو لما فكيت اللمبه من الدوايه، وهنا ادي اللمبه الليد جنب اللمبه الازاز، يعني هي اطول حاجه، بسيطه قوي، مش هتفرق في التركيب حاجه خالص. هبتدي اجمع اللمبه في الدوايه وابقى جاهز لتركيبها مكانها تاني. هركبها بطريقه عكسيه لطريقه الفك، هرجعها في بيتها تاني وادخلها كويس فيه والفها اقل من ربع لفه ناحيه الشمال من فوق. مش هسمع تك او حاجه، هي بس مجرد مش هتلف معايا خلاص، هتجيب اخرها، فيبقى كده هي ركبت مكانها مظبوط. هتحتاج تجرب النور قبل بعد كل لمبه علشان تطمن ان اللمبه راكبه مظبوط واخده البولاريتي بتاعتها مظبوط او القطبيه بتاعتها مظبوط، اللي هو الموجب والسالب بتاعها. لو ما نورتش هتفك الدوايه تاني وتعكس اللمبه، تفكها وتقلبها وترجع تركبها تاني، هتشتغل ان شاء الله. لان لمبه الليد بتحتاج قطبيه معينه علشان تشتغل، فدي بتحتاج بالتجربه تلفها لحد ما تشتغل. انا هنا النور مش باين وانا بجربه نتيجه الفلاش، فهضطر ارجع تاني افك الزراير عشان اوريكم اللمبه بتنور ولا لا. انت مش محتاج تعمل خطوة فك الزرار ده. ايه هنا اللمبة اهي باينة ونورت اهي كده تمام. هنركب الزرار مكانه ونبتدي نكرر نفس الخطوات في اللمبة اللي هي الناحية الشمال. دي هتحتاج شوية صبر كده وانت شغال عليها، لانها واطية شوية عن التانية في منسوبها. وبرضو بكرر لو وقعت منك ما تقلقش، هي اخرها هتقع في الدواسات، او لو فضلت جوه الوحدة حرك دراع الفريش اير لورا ولقدام شوية، هتلاقيها وقعت في الدواسات، خدها وكمل شغلك. هنا الدواية اهي انا ركبت فيها اللمبة الليد. انا بس عايز اوريكم كعب الدواية عامل ازاي. ده الجزء اللي انا بدور عليه بايدي من ورا، مستطيل كده صغير، هو ده اللي انا بدور عليه. هرجع اركبها تاني بنفس الطريقة، ادخلها في البيت بتاعها كويس والفها اقل من ربع لفة ناحية الشمال لحد ما تتلفش معايا تاني، تجيب اخرها، يبقى كده ركبت مكانها مظبوط. واجرب نورها علشان اتأكد ان النور واللمبة بتاعت الليد واصلة صح ومش محتاج اعكس توصل لده. برضو هنا انا هوريكم التجربة من خلال ان انا هفك الزرار، انت مش محتاج تعمل خطوة فك الزرار ده.
هنفك الزرار اهو عشان نشوف اللمبة شغالة ولا لا. هنا اللمبة اهي باينة كده شغالة تمام. هرجع اقفل الزرار بتاعي وهجرب كل وظائف زراير وحدة التكييف قبل ما ابتدي اربط مسامرها علشان اتأكد ان كل حاجة شغالة تمام. فانا هعلي المروحة تاني علشان اشتغل واجرب كل الزراير. كده انا اطمنت ان كل الزراير شغاله تمام. هبتدي اركب المسامير بتاعتها. ما انساش للناس اللي فكت الكاسيت انها تركبه تاني مكانه بنفس الطريقه اللي فكيته بيها. تركب فيشه جاك الاريال وجاك الباور وتربط الاربع مسامير بتوعه تاني في مكانه وتعمل له الانيشال سيتنج بتاعته علشان يبقى جاهز للشغل. هنا انا رجعت الكاسيت مكانه. هبتدي اركب الوش بتاع الكونسول. هرجع فيشة الزرار الانتظار في مكانها كده مش من تحت علشان ده المكان بتاع الدرج. ركبت الفيشة في الفريم. اتأكد ان زرار الانتظار شغال قبل ما اقفل تمام وكل حاجة كويسة. هقفل الوش كابس بالضغط عليه كده يبقى ركب تمام. انا هنا جربت زرار الانتظار بتاعي لقيته شغال كويس. هبتدي اركب الكاسيت بتاعي واعمل له الاعدادات بتاعته. يبقى كده خلصنا مرحلة التركيب للنور ونجربه ونشوفه عامل ازاي. هنا النور اهو هنجربه بعد ما تغطيت الفلاش. ده شكله دلوقتي اهو بقى بتركيب اللمبة الليد. معلش بعتذر على الاغاني اللي صوتها عالي في الخلفية. هنشوف دلوقتي برضو لمبة الصالون دي ازاي نغيرها للي حابب. بشد الجزء البلاستيك الشفاف دوت لتحت بيتفك معايا. بلاقي اللمبة متركبة ما بين الحديدتين اللي موجودين دول الصفرة والميتال دي. بزق اللمبة الجزء الميتال ده لورا اللمبة بتقع. بركب اللمبة الليد مكانها واتأكد انها شغالة علشان برضه لو مش شغالة بعكس اللمبة علشان القطبية بتاعتها. اهم حاجة اللمبة القديمة اللي هي الصفرة لو راكبة كنت منورها ما تمسكهاش لانها بتبقى سخنة جدا سخنة لدرجة صعبة. يستحسن تكون طافيها قبل ما تعمل التغيير بتاع اللمبة دي. ترجع تركب الجزء الشفاف ده تاني مكانه بس عشان شغال بايد واحده فبس الموضوع شويه صعب لكن هي بتركب بسهوله. بس كده ركبت. ده شكل النور اهوت. هنشوفه عامل ازاي في الكابينه كده اهو شكل